العين، حجم العين الطبيعي عبارة عن كرة البينج بونج، حاجة صغيرة خالص 2.5 سنتي. لكن احنا في الكرة دي احنا مكبرين الموديل دوت عشان نعرف أنسجة العين. نعرف أنسجة العين لما مثلا حد، انت بتسمع الدكتور بيقول تشخيص، ساعات لما تيجي تقوله لحد تاني او لدكتور تاني تلاقيك بتقول له مثلا ايه ده، عنده التهاب في الشبكية، بدل ما تقول القرنية، تخلط بين نسيجين مختلفين خالص وأمراض مختلفة تماما. فإحنا بس هنعرف على الأجزاء، المكونات الأساسية للعين، بحيث لما نبقى بنتكلم بعد كده نبقى عارفين إحنا بنتكلم على إيه. طبعا اللي بره الحمرة دي، واحدة هنا وواحدة فوق وواحدة الناحية التانية وواحدة تحت، دي العضلات اللي بتحرك العين، ودي بتبقى متثبتة ورا وبتحرك العين كأنها بتحرك يعني زي اللجام اللي بيشد على الحصان كده، العضلة دي بتشد والتانية بترخي، فبالتالي بتجيب العين يمين وشمال. الأنسجة بتاعت العين، احنا عندنا العين 3 طبقات أساسية باينة في الشكل دوت من بره. الطبقة الزرقاء دي هي البياض بتاع العين، طبقة حماية لأنسجة العين الداخلية اللي هي القيمة جدا، فلازم نحميها من بره. الطبقة اللي بعديها هي طبقة أوعية دموية في الغالب، زي شعيرات دموية وأوردة وشرايين، وظيفتها إن هي بتغذي طبقات العين. والطبقة الداخلية اللي هي اللي باينة زي برتقاني كده وفيها برضو أوعية دموية، دي الشبكية اللي هي النسيج الحساس للضوء. في المقدمة هنا احنا عندنا شباك شفاف، الشباك الشفاف دوت اسمه القرنية. القرنية دي أقوى عدسة من عدسات العين. تعالوا كده نرفع الغطاء دوت، علشان لما احنا هنا رفعنا بقيت ده الشبكية من جوه، تمام، وعشان نشوف أجزاء العين من الداخل. بدأ يظهر لنا إن إحنا عندنا هنا دي القرنية بتاعتنا، عاملة زي لما نشيلها كده عدسة شفافة عاملة زي القبة، واخد بال حضرتك؟ دي أقوى عدسة من عدسات العين، بتمثل 1/2 قوة العين كعدسة. خش بعد كده على بعد القرنية في حاجة اسمها القزحية، اللي هي القزحية لأن هي بتبقى دي الجزء الملون بتاع العين زي قوس قزح، بتدي ألوان طيف من البني الغامق قوي اللي احنا بنقول عليهم العيون السود. ودي الأصل، عشان كده دايما كل المطربين بيغنوا تلاقي العيون السود، العيون السود. وظيفتها دي الفتحة دي بتتحكم في كمية الضوء اللي داخلة جوه العين. لما تكون الإضاءة مثلا انت طالع في ضوء الشمس، تلاقي الحدقة دي اللي هي الجزء بقى اللي هيدخل لي الضوء، الحته الشباك الصغير ده يضيق قوي بواسطه عضلات. طبعا لو انت في اضاءه منخفضه او ليل، بتبدا الحدقه دي توسع عشان تدخل اكبر قدر من الاضاءه عشان العين تشوف اكتر في الليل وفي الاضاءه المنخفضه. هنشيل القزحيه، نمسك العدسة البلورية. دي عدسة جوه العين، ما المادة اللي جوه العدسة تعتم شوية، تعكر شوية، وأكتر سبب هو التقدم في السن، وده حاجة طبيعية من الطبيعي إنها تحصل. يبقى احنا ده سمينا الموضوع دوت المياه البيضاء، وشيل المياه البيضاء ده بعملية مش بأي حاجة تانية. العدسة دي بالإضافة إلى القرنية بتمثل قوة العين في تجميع الضوء على الشبكية. جوه العين بقى ورا العدسة في حاجة اسمها الجسم الزجاجي. الجسم الزجاجي دوت هو مش بلاستيك زي ما هو كده، بس هو عامل زي الجيلي كده. في السن الصغير وفي الناس اللي عينيها ما عندهاش قصر نظر كبير بيبقى زي الجيلي. بعد سن 50 وانت داخل بقى او في قصر النظر الكبير، بتلاقي الجيلي القوام اللي زي قوامه زي الجيلي دوت بيبدأ يبقى اميل ان هو سائل اكتر، وده اللي بيحصل في الموضوع الذبابة الطائرة، وهنبقى نرجع لكم الكلام ده مرة تانية. نيجي بقى للشبكية، والشبكية هي النسيج الذي يستقبل الضوء ويحوله إلى موجات كهربية هتتلم خلايا يعني خلايا الشبكية دي بتبعت ألياف عصبية، الألياف العصبية دي تتضفر وتطلع لي من ورا هنا اللي هو النسيج ده، الحتة دي اللي هو العصب البصري اللي خارج من العين وهيوصل لحد المخ. في طبعا في الشبكية هنا نقطة صفرة كده، النقطة دي بيسموها مركز الإبصار. مركز الإبصار دي النقطة الأكثر حساسية للضوء، واللي هي
أكثر دقة وأكثر تجمع للخلايا الحساسة للضوء في هذه النقطة اللي هي بيسموها البقعة الصفراء أو الماكيولا اليوتية. دي بتدينا دقة النظر، يعني دي اللي احنا بنجيب بيها دقة النظر بهذه المركز الإبصار ده، مهم جدا جدا جدا.